السلام عليكم. اليوم موضوعنا هو الووتر ديستريبيوشن مينز. الووتر ديستريبيوشن مينز هو عبارة عن أنبوب ينقل المي ويوزعها بنفس الوقت. الووتر ديستريبيوشن مينز عندنا نوعين، أما باي جرافيتي أو باي بام. الرسم اللي أمامنا هي لمنظومة باي جرافيتي تنقل المي من نقطة زد نوت إلى نقطة زد ان. على طول المسار هناك نقاط سحب. نقاط السحب لكل نقطة مقدار التصريف اللي مسحوب هو Q sub N، يعني أول نقطة سحب هي Q1، ثاني نقطة سحب هي Q2، وهكذا إلى أن أوصل إلى نهاية الأنبوب آخر نقطة سحب هي Q sub N. The total energy loss is equal to the available potential head. هنا راح يتم حساب summation of head loss لكل مقطع من مقاطع البايب بصورة منفردة، يعني أنا مو البايب كله من بداية إلى نهاية إلى هيد لوس واحد، لا، لكل مقطع من مقاطع البايب راح أحسب هيد لوس منفصل. ليش؟ لأن أنا بكل مقطع الكيو عندي دا تتغير لأن دا يتم سحب من عدها، فالمتبقي هو اللي دا يجري بقية المقطع. فهذا هو سميشن الثمانية F I L I Q I تربيع على باي تربيع جي دي اي القوة خمسة ماينس زت نوت اللي هو منسوب الأول زائد زت ان اللي هي منسوب الأخير زائد التيرمينال هيد اللي هي الاتش. قيمة ال F يتم حسابها باستخدام هذا القانون اللي هو 1.325 قوس لين إلى آخره. ال optimal diameter أفضل diameter pi gravity for distribution mains يتم حسابه باستخدام هذا القانون. طبعا هذا ال optimal diameter مو لكل البايب من بداية إلى نهايته، وإنما لكل ريتش، لكل مقطع من مقاطع البايب، يعني بين نقطة سحب وثانية أكو diameter يختلف عن المقطع الثاني، لأن قيمة Q تختلف بكل مقطع. شلون راح تكون طريقة الحل؟ طريقة الحل راح نفرض قيمة F لأن ما موجودة عندنا، نفرضها لكل مقاطع البايب متساوية، ونستخرج قيمة الأوبتيمال دايميتر. أول شيء راح أحسب هذا السميشن اللي هو سميشن من P تساوي 1 إلى N LP في FB Q sub P تربيع مرفوع القوة M على M زائد 5، راح أحسبه لكل مقطع من مقاطع البايب وأخذ إلى سميشن. بعدها راح أحسب FI QI تربيع الكل مرفوع القوة واحد على M زائد 5. هذا المقدار اللي هو 8 على باي تربيع G مضروب في Z0 minus ZL minus H هذا راح يبقى ثابت بكل الايتريشن، لأن كل بارامتر اللي B هي مو مفروضة وإنما هي موجودة أصلا بالسؤال، المناسيب والترمينال هيد. طيب ورا ما أخلص كل هاي الحسابات راح أستخرج الأوبتيمال دايميتر لكل مقطع من مقاطع البايب وأقارنه بالمحاولة السابقة، قيم الدايمتر من المحاولة الثانية مع قيم الدايمتر بالمحاولة الأولى، إذا كانت كلش قريبة راح أعتبر أنه أنا وصلت للحل الصحيح، وإذا لا مو قريبة فمعناها لازم أستخرج قيمة F من القانون وأجي أحسب قيمة الدايمتر أوبتيمال دايمتر مرة ثانية إلى أن أتوقف بالحل. طيب هذا المثال هو مثال بسيط منطيني قايل لي design a graffiti sustained distribution main with the following data. الـ M.935 الـ Ipsi 0.25 مليمتر، انتبه للمليمتر، والـ terminal head هي 5 متر. مرقم لي الـ pipe، منطيني الـ elevation لكل مقطع من مقاطع الـ pipe، منطيني جقد الطول بين نقطة وثانية، منطيني لكل نقطة من مقاطع الـ pipe جقد قيمة QI المسحوبة اللي هو الـ demand discharge. طبعا هذا الكلام الاخير اللي مكتوب عليه البايب ديسشارج كيو كابيتال اد متر كيوبيك بير سكند هذا ما يعطى بالسؤال، وانما هذا انت تستخرجه. هذه البايب صفر الليفيشن مالتها 100 زد اي. بالبايب مقطع رقم واحد الليفيشن صار 94، طول المقطع 1500 متر، قيمة كيو المسحوبة عند هذا المقطع هي 0.01. بايب رقم 2 طول الالفيشن سوري مالته 92 متر، اللينث مالته هو 200 متر، وقيمة كيو المسحوبة بعد هذه النقطة هي 0.015، وهكذا لين أصل إلى البايب رقم 5 اللي هو قيمة كيو المسحوبة 0.01. شلون استخرج هذا الكولوم الأخير اللي هو يمثل البايب ديسشارج كيو كابيتال آي بالمتر كيوبيك بير سكند؟ أجاني أول بداية البايب المفروض يشيل كيو يتغطي لي كل القيم اللي احتاج اسحبها من عدها. اذا ايش راح اسوي؟ راح اسوي سميشن لكل الديماند ديسشارج، كولوم الديماند ديسشارج كيو سمول اي اللي هي 0.01 زائد 0.015 زائد 0.02 زائد 0.01 زائد 0.01.
مقدار السميشن يمثل قيمة كيو لدى تجري بداية البايب، طلعت قيمته 0.065. جرى المي وصل إلى بايب رقم 1، انسحب منه ديماند ديسشارج مقداره 0.01، إذن 0.065 ناقص 0.01 يطلع الناتج 0.055. هاي 0.055 هي اللي تجري بالبايب رقم 2. مشى المي انسحب من عنده مرة ثانية 0.015، إذن هذه 0.055 أطرح من عندها 0.015، الباقي هو اللي يجري بالمقطع البايب رقم 3 اللي هو 0.04، وهكذا لين أوصل للأخير. راح أكمل الحل. أني F مو موجودة عندي، إذن هنا أنا مضطرة إن أفرض قيمة F لكل مقاطع البايب من المقطع رقم 1 إلى المقطع رقم 5، فرضت 0.01. أجي أحل لكل بايب أسجل اللينث مالته إيش قد بالمتر، ال F sub P F of pipe أنا فرضت هذه بالفيرست iteration 0.01. ال Q sub P هنا أنا هو discharge pipe وليس demand pipe، أنا demand ما يهمني، أنا دا يهمني أسوي ديزاين للبايب، فالبايب نفسه إيش قد يجري بي ماي، فإذا هنا أنا آخذ الديسشارج اللي دا يجري بالبايب اللي استخرجناه إحنا بالبداية. أجي أستخرج هذا القيمة LP في FP QP تربيع مرفوع القوة 0.1575، طبعا هاي 0.1575 تمثل الام على ام زائد 5. استخرجت لكل مقطع من مقاطع البايب باستخدام معلومات كل مقطع، وأخذ السميشن لهذا المقدار اللي هو LP في FP QP تربيع مرفوع القوة 0.1575، طلعت عندي قيمتها هي 790.048. أجي هسه لكل بايب أحسب FI QI تربيع مرفع القوة 0.1685، 0.1685 تمثل 1 على M زائد 5. استخرجت لكل مقطع من مقاطع البايب، أجي أحسب الدايمتر Optimal Diameter. Optimal Diameter راح يمثل FI QI تربيع مرفع القوة 0.15685 في بالقانون موجودة 8 على باي تربيع G Z L minus Z N plus H مضروبة في الصميشن اللي استخرجناه اللي هو 790.048. هذا المقدار كله الضرب هو مقدار 1.5217 اللي موجودة قدامنا. استخرجت الدايميتر، هذا الدايميتر راح استخدمه باستخراج FI من المعادلة، معادلة انتو تعرفوهم بداية السنة نستخدمها بالحال. هسه وما استخرجنا ال FI اجي للسكند ايتريشن للمحاولة الثانية. بالمحاولة الثانية معلومات ال LP هي نفسها وال Q capital P هي نفسها، بس ال FP اخذ اللي استخرجتها من المعادلة واعيد نفس خطوات الحل نفس الحسابات. استخرجت دايميتر الجديد، اجي قبل ما استخرج ال F من القانون اجي اقارن الدايميتر الجديد اللي بالمحاولة الثانية مع الدايميتر اللي حسبته بالمحاولة الاولى، شفت انه بعيد اذا لازم استخرج F من المعادلة. استخرجنا F جديدة، اجي بالمحاولة الثالثة اللي هي هنا third iteration، بالثيرد ايتريشن عدت نفس خطوات الحل مع مراعاة انه استخدم ال FP اللي استخرجتها من المحاولة الثانية. راح استخرج الدايميتر الاوبتيمال دايميتر، اشوف انه انا بالثيرد ايتريشن اوبتيمال دايميتر صار كلش قريب من الدايميتر اللي حسبته بالمحاولة الثانية، اذا اوقف الحل. وقفنا الحل، استخرجنا قيم F وانتهى عندي الحل.